وتحت عنوان وداعا للقرعة في شقق العاصمة الإدارية، جريدة الأخبار أبرزت بدءا من الغد أولى خطوات حجز 2048 وحدة سكنية، وده اللي هتكون ضمن المرحلة الأولى لشقق العاصمة الإدارية الجديدة. الحجز ده هيستمر حتى نهاية الشهر الحالي على أن يبدأ التخصيص من يوم 12 وحتى 18 من الشهر القادم، ولن يشمل الحجز إجراء قرعة لأنه سيتم لأول مرة إلكترونيا، والتخصيص هيكون بأسبقية اختيار الوحدة على الموقع، وده بعد تحويل مبلغ لجدية الحجز بحوالي 100,000 جنيه.